والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، لأن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدوث لاختصار الصفة حينئذ إلى الفاعل، وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها لاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها. اللي احنا قرأناه اللي هو ايه؟ المسندة، خلاص؟ اللي هو بين الأقوال. لا شك أن كل حادث يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة. الآن بنتكلم على ايه؟ على صفة العلم. وقلنا فيما سبق أن كل حادث يستلزم أربعة مطالب. لما تكلمنا عن القدرة والإرادة قلنا ان كل حادث يستلزم كم مطلب؟ أربعة مطالب، يدل على أربعة مطالب لصفتي القدرة والإرادة. هنا أيضا نقول ما كررناه فيما قبل في صفة القدرة والإرادة، إن كل حادث يدل أيضا كما ترى تقريره في صفة القدرة والإرادة على أربعة مطالب لهذه الصفة، هي صفة العلم. أول حاجة احنا قلنا أربعة كل الصفة. أول حاجة وجود الصفة، لا شك أن كل حادث يدل على أربعة، يدل أيضا يعني حيرجع إلى الكلام السابق، يعني رجع، يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة. ما هي الأربعة مطالب؟ طبعا المفروض تكونوا عارفينها، ما سبقت أو سبق تقريرها في الصفات الأخرى. أول حاجة وجود الصفة، يعني وجود صفة العلم أول شيء، أول مطلب. المطلب الثاني، لا نكتفي بأن صفة العلم لها وجود، ولكن لا بد أن يكون هذا الوجود واجبا. المطلب الأول وجود الصفة، المطلب الثاني وجوب وجودها، يعني أن وجودها واجب، لا جائز ولا مستحيل. المطلب الثالث عموم التعلق. المطلب الرابع وحدة الصفة، يعني أن الله تعالى له علم واحد ليس متعدد، يعني ليس له صفتان من جنس واحد، ليس له علمان ولا قدرتان ولا إرادتان ولا حياتان، إنما هي قدرة واحدة يتأتى بها أو يوجد بها كل مقصود خصصته الإرادة. ولسه عدنا نشرح، لا تصادق إلا مصادرة على المطلوب. ويجب له تعالى العلم، إذا أول شيء إيه اللي يدلنا على الصفة دي؟ وجود الإيه؟ الحوادث أو وجود العوالم أو وجود المخلوقات أو أي حال، كل حال يدل على أربعة مطالب، على أن الصفة موجودة، وعلى أن وجودها واجب، وعلى أنها عامة التعلق، وعلى أنها واحدة. خلاص؟ لكن دروس ليه المجال. هنفتح للكلام. أول حاجة نتكلم عن إيه؟ أول شيء على وجود الصفة، من أربع مطالب نسلسلها، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أول شيء هنتكلم على وجود صفة العلم.
المفروض يذكر فيهم في اصل العقيده، يعني عندك العقيده هنا ايه متن شرح، نقول اصل يعني ايه المتن اصل، واللي تحت الشرح هو نفسه الماتن هو الشرح، يعني هو شرح، لكن عندك يعني نفس الناس او الشرح كده يعني، لكن هو نفس الصاحب نفسه الامام السنوسي هو صاحب الشرح. فبيقول يعني وانما لم يقم يعني ما اقام الشيخ رضي الله عنه، كلام عن نفسه، انما لم يقم في اصل العقيده البرهان على وجود هذه الصفات، يعني زي ما برهن على وجود صفه الايه القدره والاراده، لم يذكر برهانا على وجود صفة العلم. لماذا؟ قال لك انما لم يكن في اصل العقيدة البرهان على وجود هذه الصفة، لانه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه. يعني ترجع فين؟ ترجع الى ايه؟ الى قوله هل تأتون طفعا لكفة الموات من اول ويجب له تعالى القدرة والإرادة، جبت الكلام بكفة الموات ويجب له من اول ويجب بعد اثنان ويجب اقرأ فيها ويجب له ويجب له تعالى القدرة والإرادة من المتعلقتان لكل من فيهم من عجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، وذلك يستلزم استحالة وجودها استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه. شوف كده، لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على القدرة، يعني على اقتدار فاعله، واضح كده؟ ولتوقف أيضا لازم المعطوف في كلمته ولتوقف كل حادث في تخصيصه على، يعني الحادث محتاج الى ايه؟ محتاج الى ايه؟ الى موجب يعني فاعل، ومحتاج الى مخصص، يعني اذا متوقف في وجوده واعدامه على القدره كده؟ والحادث متوقف في وجوده في تخصيصه، يعني بالوجود بدل العدم او بالعدم بدل الوجود على الاراده، وهذا التخصيص متوقف على كونه مرادا في علمه. إلا عشان كده لم يحتج إلى إعادة البرهان مرة أخرى، يعني كأنه عاوز يقول لك وجود صفة العلم معلوم لإثبات صفة القدرة والإرادة، لأن الحادث في كونه موجودا متوقف على قدرته تعالى، وفي تخصيصه بصفة دون صفة متوقف على الإرادة، وفي هذا وهذا التخصيص متوقف على كونه مرادا في علمه، وهل يحتاج إلى ذكر برهان على وجود الصفة؟ خلاص كده؟ واضح كده ولا ما واضحش؟ يقول لك وإنما اقرأ إنما لم يقم أو لم يقم، لم يقم أحسن من أن يتكلم على إقامة القرآن، إذا لم يقم كده؟ أقام يقيم إقامة يقم ماشي، إحنا نقول لم يقم وخلاص يقم ماشي، بس مش هينفع عشان يمشي لأجل أنه قد سبق له في قوله، يعني قد سبق إقامة البرهان، يعني قد سبق له يعني للمصنف خلاص إقامة البرهان في قوله وفي كونه مرادا على علمه، إذا في كونه موجودا على اقتدار فاعله، وفي تخصيصه ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة متوقفا على الإرادة كده، ثم في كونه مرادا، في كونه مرادا، يعني لماذا هو مراد أو لماذا هو مخصص للإرادة لكونه سبق في العلم، يعني كأن العلم هو المرجع الأخير، هو يؤم الصفات خلاص، بعد لما يكتبش الصفات لا يقتضي حدوث المتأثر،
ولكنها استعقت للذهن وليس في وجود الفكره واستعرت كلها قديمه. استعقل العلم او استعقل الفكره. لم يكن ليس صفه تاثير. يعني معناه لو اكتفينا بالعلم واحد مش هينفع. وكده ما ينفعش يكون صفه تاثير. لو كان العلم واحد ما فيش اراده ما فيش قدره. هو بس هو الكل يرجع اليه. فلولا وجود العلم مش هينفع اي شيء ثاني. خلاص مع وجود العلم بعد كده اي شيء يتركب. انما لو وجود لو كل ده موجود من غير العلم مش هيكون معاه. يلا قال كده بالله لا شك ان كل حادث خلاص كده يدل ايضا يعني كما دل قبل ذلك على أربعة مطالب لهذه الصفة. الضمير يرجع على ايه؟ صفة ايه؟ العلم. كما سبق في القدرة والإرادة، كما قال في القدرة والإرادة أن كل حادث يدل على أربعة مطالب في القدرة والإرادة، فكذلك يدل على أربعة مطالب في صفة الايه؟ العلم. أولا وجود الصفة. ثانيا وجوب وجودها. ما عارفين ايه معنى وجوب الوجود؟ بس عموم التعلق. لا هنا العلم مش بالمعلومات ولا الموجودات، بالمعلومات. ويجب له تعالى العلم وقمتنا المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. العموم هنا هو اسم عموم التعلق، لكن هنا العموم بأحكام الحكم العقل الثلاث. أما العموم في القدرة والإرادة بالممكن. إذا تفرق بين العموم والعموم. العموم بتاع صفة العلم يبقى إذا جميع أحكام الحكم العقل. أما العموم اللي في القدرة والإرادة اللي هو في دائرة الإيه؟ الممكن، لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. أما العلم فإنه يتعلق بالمعلوم. سواء كان واجبا او مستحيلا او جائزا. لانه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. الواجب تحصيل حاصل، لان الواجب لا يقبل الا الوجود. فاذا تعلقت القدره بحاجتين اليه حتيجي وتطلعون لانه تحصيل حاصل. قد حسعتموه ولا يقبل. ولكن تتألق القدرة بحاجة تقبل الوجود أو لا. أول حاجة أول شيء نطلبه الكلام على وجود الصفة، ومع ذلك لم يقم البرهان على ذلك. لماذا؟ قال وإنما لم يقم في أصل العقيدة البرهان على وجود الصفة هذه الصفة، لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه، يعني في الفقرة السابقة في المسجد نحن أرجعناكم إليها منذ قليل. أي حجرة أي. فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة. طب السؤال هنا هو وجود العالم متوقف على الإرادة؟ نعم. ومتوقف أيضا على القدرة، ومتوقف على العلم، ومتوقف على الحياة، يعني متوقف على أربع صفات من صفات المعاني، لكن ليس متوقفا على صفة الكلام ولا على السمع ولا على البصر. خلاص اي فكما توقف وجود كل حادث على الاراده. معروف نوع التوقف على الاراده غير نوع التوقف على القدره. فمتوقف على الاراده في تخصيصه. يعني ايه في تخصيصه؟ لانه تجري
او يمكن ان يقبل اكثر من امرين او ثلاث، المهم اكثر من اثنين، يعني اثنين ولا او لما يقبل امر واحد اللي هو الواجب والمستحيل، اما يقبل امرين فاكثر فلا بد من مخصص يخصه باحد الامور المتقابله، الممكنات المتقابلات الوجود والعدم الصفات اجنبتم امكنتم جهاتم كذا المقادير روى السماء انت كده. اذا كل حادث متوقف على ايه؟ على الاراده، لانه تعالى خالق او فاعل مستقيم، لا بد ان يكون سبحانه وتعالى مريدا، فلو لم يرد ان يخلق الخلق ما خلقوا، هل مفيش خلق؟ بس مفيش خلق ليه؟ هل لانه تعالى عاجز؟ لا، ليس العجز، ولكنه لم يرد. يعني لماذا لم يخلق الله تعالى؟ لانه ما اراد خلقه. طب لماذا خلقه؟ لانه اراد خلقه. واضح كده؟ التأثير والإيجاد وهو متوقف على الإرادة في الإيجاد في التفسير، أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم. يعني أقول لك هو في نفس الآن متوقف على العلم. ليه؟ شوف التعليل، اقرأ المنون التعليل. أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لازم أن يتوقف على العلم، إذ القبض إلى جائز من العدم مع عدم العلم به المستحيل. يعني كده القصد، زي ما هو بيقول لك الإرادة دي إيه؟ قصد تخصيصه بأحد الأمرين، لأنه في قصة لهذا، هل كده عبث ولا بتخصيص؟ وطالما تخصيص يبقى فيه مخصص، إذا كان فيه مخصص يبقى فيه قصد لأحد الإيه؟ إذ القصد إلى جائز معين، وهنا في تعيين على السكان، يعني الجرم إما متحرك وإما كاتب، فقصد إلى تعيين أحد الأمرين، حركة بدل أو السكون أو السكون بدل أو الوجود بدل من العدم أو العدم، هنا قصد واحد معين، وفي أمرين، فقصد معين. إذ القصد إلى جائز معين، يعني هي الأصل مش إلى جائز، القصد إلى ممكن معين، لأنه قبل وجوده لا يكون جائزا، إنما اسمه ممكن. إذ القصد إلى ممكن معين مع العلم، مع عدم العلم به مستحيل. يعني كونك خصصت احد الامرين وانت عالم بهما كده، لانك اخترت او حددت او اردت واحدا منهما، اذا كنت لا تعلمهما فكيف تخصص احدهما دون الاخر؟ اذا في تخصيصه او في كونه مرادا متوقف على العلم. واضح كده؟ لذلك تجد في سورة ياسين كده لفتة قرآنية عجيبة، أوليس الذي خلق وضرب لنا مثلا الذي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كده يعني هو بكل خلق عليم، يقول يحييها الذي، يعني واحد ينكر البحث وينكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فيكون تسجيل الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يقول هو على كل شيء قدير كده، ما دام أعاد الذي هو قادر على الإنشاء هو قادر على الإعادة. أتعلمنا بالخلق الأول عشان نعرف كيف أنا كده، عشان نعرف بالخلق إيه من النشأة الجديدة، يعني كان في إحياء وفي جهد وفي مشقة، كان المفروض يكون فين؟ في الخلق الاول. ليه؟ لانه الثاني اهون واسهل، هو الذي يبنى الخلق وهو اهون عليه، اللي حيعد ايسر واهون، فكان الساعه يكون فين؟ فقال كل وحيها الذي انشاها اول مره ولم يكن هو على كل شيء قدير،
وهو بكل خلق اذا متوقف اعاده الموجودات متوقفه على العلم. ليه؟ لانه لو ما فيش علم كيف اختلطت الاجزاء والعظام وتناثرت؟ كيف يعلم اجزاء هذا من الاخر؟ اذا العلم هو الاصل. يرى لو في قدره وما فيش علم مش هينفع، لان القدره صحيح قادر، لكن طب ارجع الجميل جميل ولا بد من الايه؟ لا، التخصيص للاراده. العلم صفه الانكشاف، يعني لا يكون مخصصا باحد الامرين الا اذا كان العلم باحدهما او العلم بهما معا واضح كده. تقرا كده الممكن جاء قبل وجوده، ممكن يعني الكون فيه الامرين، اما الجائز فهو يعني حادث وجد، ولا تزول عنه صفة الإنسان حتى بعد وجوده. يعني مثلا وجود القابل والعدم، أحيانا المقابل يكون أكثر من واحد، وأحيانا يكون المقابل حاجة واحدة، وده بالمقادير. كل مقدار يقابل أي مقدار أصغر أو أكبر منه إلا ما هو يساويه. فمثلا أنت في مقدار أو في هيئة قد تصور على مقدار أكبر أو أكبر أو أكبر من الأكبر أو أكبر، هكذا. ففيه هنا مقادير غير متناهية، إنما الأصل هو وجود عدد أزمنة. شوف الأزمنة متفاوتة، لماذا مثلا خصصنا بأن نوجد في هذا الزمن النكد، زمن الفتن، زمن عدم الحياة؟ هل احنا لو كان بيجينا الموضوع كان وجودنا مثلا في ايام سيدنا عمر، ايام العدل وايام فتنة وراث ولا في اي ممكن؟ لكن ايه اللي خصنا؟ هل ده في تخصيص من غير مخصص؟ وكنا خصصنا، والله تعالى خص الصحابة بزمنه صلى الله عليه وسلم، وأقسم بهذا الزمن في كتابه والعصر في أقوال المفسرين، بلغت أربعة أقوال فيه. إيه المراد بالقسم والعصر؟ بعض قال هو عصر الرسالة، العصر الذهبي للدنيا، عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير من قرون أهل الدنيا. فأقسم الله تعالى به. في أقوال أخرى أن العصر المراد به زمن الصلاة، في اللي قال هو زمن النفس اللي هو وقت العصر، أقوال راجحة في كتب الفقه. وكيف كما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم، واضح كده؟ يعني العقل يحكم بوجود توقف كل تعلق للإرادة على تعلق العلم. يعني الله تعالى كده لا يوجد زيدا كده إلا إذا كان قادرا على إيجاده، ولا يكون قادرا على إيجاده إلا إذا أراد أن يريده، ولا يكون مريدا لإيجاده إلا إذا علم أنه سيوجده. فالله تعالى لا يريد إلا ما علم، وهو تعالى يعلم ما يريد. يعني لا يريد إلا ما علمه كده، ويعلم ما يريد. ونعيد نقول عشان كده، لا يريد سبحانه وتعالى إلا ما علم كده. العقل كده يحكم بأنه كل بتوقف كل تعلق، توقف كل تعلق للإرادة على إيه؟ على العلم. بمعنى أنه أو بمعنى كده، بمعنى أنه لا يريد إلا ما علم ويعلم ما يريد، ولكن لا يقال لا يعلم إلا ما يريد. ما ينفعش كده. يعني لو قلنا لا يعلم إلا ما يريد، إذا أنت خصرت العلم على إيه؟ على الممكن. لكن العلم إيه؟ يدخل فيه الواجب والمستحيل. فإذا معناها يعلم ما يريد ويعلم ما لا يريد،
فهمت كده؟ يعلم ما يريد ويعلم ما لا يريد. من جهد نقول كده توقف كل تعلق للإرادة على إيه؟ تعلق العلم، بمعنى أنه لولا ذاك موجودا في العلم لا تتعلق به الإرادة، وإذا لم تتعلق به الإرادة لا تبرزه الخبرة إلى الوجود. لماذا لم يوجد؟ لأنه لم يرد. لماذا لم يرد؟ لأنه ليس موجودا في العلم. إذا لا يريد سبحانه وتعالى إلا ما علم، ولكن ما نعكسش، لا نقول لا يعلم إلا ما يريد، لا يريد إلا ما علم، وهو تعالى يعلم ما يريد، ولا يقال لا يعلم إلا ما يريد، هو تعالى بكل شيء عليم. كلمة الشيء في القرآن تجد لها معاني، القرآن يعني يدخل فيها إيه؟ حتى إذا مش كده أهل السنة مش خدمة الجوهر، حضرت في الشرح بتاع الجوهر بيقول إيه؟ وعندنا الشيء هو الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود، ده تغيير في الاصطلاح عند أهل السنة، عند الأشاعرة الشيء هو الموجود بخلاف المعتزلة، يجعلون المعدوم الممكن، الممكن مش أي معدوم، المعدوم الممكن يجعلونه شيئا، ويحتجون بقوله تعالى مثلا يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقولون كيف أو لمن يتوجه الخطاب إذا كان الشيء معدوما من كل وجه، ويقولون إيه ان الشيء له وجود قبل وجوده، يعني يقولون ان المعدوم شيء، بس المعدوم ايه؟ المعدوم الممكن. ما انا لو جبت كلام في الكتاب في جوين قال شيء لي لا اطلاقات ولا استحالات، الكلام ده بتعصب هو امام النحو، بيقول عندك ممكن الشيء تطلق على الايه؟ على المعلوم، بمعنى انها تشمل الموجود والمستحيل، ها، وتشمل ثلاث أقسام. يعني مثلا في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، هل ينفع تكون بنفس المعنى اللي في قوله تعالى والله بكل شيء عليم؟ لا، هنا والله على كل شيء قدير يعني على كل شيء ممكن، كده جاينا شيء بمعنى ممكن، من تحت شيء ايه؟ بمعنى واجب، كده؟ إنما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم، هنا ينفع شيء بمعنى واجب، وشيء بمعنى لا شيء يعني مستحيل، وشيء بمعنى ممكن. إذا الدائرة في قوله تعالى والله بكل شيء أوسع عليم، أوسع من إيه؟ والله على كل شيء قدير. فأحيانا يكون الشيء اللي هو المقدر جدا مش الموجود في الخارج، ولا تقولن او كل واحدة تبوية جاب لها آية، ولا تقولن لكن هو في المبحث ده مش مبحث لغوي، ده مبحث كلامي، يعني في قوله تعالى ولا تقولن لشيء، ده الفن الشيء ده اللي ورجينا ان بدليل انه لم يوجد بحث من فاعل ذلك عن ذلك الشيء غدا، وسماه شيء وهو مجرد شيء ذهني وليس شيء موجود، وبايه معنى سمعت لك كلام. قال لك ويكون الشيء واجب، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله يطلق على الواجب، وشمل ايضا في الاول. اذا الشيء بالمعنى الاصطلاحي غير الشيء بالمعنى ايه؟ بالمعنى اللغوي، فبالمعنى اللغوي لها ايه اطلاقات ايه كثيره. إذ القصد ولا جائز معين مع عدم العلم به مستحيل، ويقال برهان وصول الوجود لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان. وقلنا كده التردد بعد بعضكم بيسأل هذا التردد اللي هو تردد القدرة على الإرادة، والإرادة على الإيه؟ ده كل ده في التعقل الذهني وليس في الوجود الخارجي، فلا يجوز ان يتوهم ترتب وجود صفه على اخرى، بل هو في التعقل، ف
تفهم هذا ليه المعنى ليه؟ لأن كل التعلقات للعلم والإرادة قديمة، لا يوجد شيء سابق لشيء آخر منها، لأن المصدر كلها قديمة. وإذا قلنا في سبق وفي تقدم وفي تأخر هيقتضي هذا حدوث المتأخر. ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا. الآن دلوقتي فلوسنا من البرهان الأول أو من المطلب الأول، ما هو المطلب الأول؟ وجود الصفة. خلاص أذكر في المطلب الثاني اللي هو إيه؟ أحمد كل هم أربعة، كل حادث يدل على أربعة مطالب، ولم يذكر برهان المطلب الأول منه سبب. أخذ صفة القدرة والإرادة. ما قلناه شاكل في القرآن وجود صفة. يعني هو يدل على أربع أشياء، أسميها مقال أسميها زي ما تسميها. يعني يطلب لكي يوجد أربع أشياء. أول شيء الوجود، نمرة اثنين وجود ليه الوجود، ثلاثة عموم التعلم، أربعة الوحدة. الآن احنا فين يا شيخ؟ ويؤخذ برهان مطلب الوجود لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. يعني رجع ليه لبرهان عموم تعلق صفة العلم. فين ده؟ أين هو البرهان ده؟ أي رسم البرهان؟ يقول لك ويؤخذ البرهان مطلب الوجود لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. العرض البرهان أين ذكر ولا فيما ذكرنا في برهان عموم تعلقها؟ وذكر هذا البرهان ولا لسه لم يذكره؟ يقرا مولانا رحمه الله تعالى لعلم من بعده كل واجب من لا 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 ايوه تمام. ده البرهان ده خلاص. وانا عاوز اقول لك لانه لو اختص العلم، لان الاختصاص بالبعض، ما هي البعض هنا؟ اقول لك العلم ده عام متعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، فلو اختصصناه بالبعض يعني بالواجب فقط او بالايه؟ او بالمستحيل فقط، هذا ايه؟ يستلزم حدوث الصفة. لافتقار الصفة حينئذ إلى مخصص، المخصص يعني الفاعل، لكن اختصاص يعني معناها بإيه؟ في مخصص، في مخصص يعني معناها الصفة حادثة ليست إيه؟ ليست قديمة، فهذا هو برهان إيه؟ برهان إيه؟ يعني أن الصفة القديمة واحدة، لأنها لو كانت حادثة، لأنه اختصت إيه برهان أنها قديمة وليست حادثة، أنها التعلق عام. فلو جعلناه مختصا بالبعض دون البعض يستلزم ذلك الحدوث، لأنه كان مختصا يعني معناها هناك مخصص خص الواجب دون الجائز دون إلى آخره. مفهوم؟ لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل. طب لو كانت مفتقرة إلى الفاعل فهذا يستلزم حدوث الموصوف. ليه؟ لأنه يستحيل وجود الموصوف من غير الصفة، أو الصفة بنفسها من غير موصوفة. لذلك قال هنا: وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها باستحالة تعريه عنها وعن أقدارها، لأنها
لو لم يكن بها موصوفا لكان بالسوى معروفا، يعني بما سوى يعني بالضد يعني. ويؤخذ برهان مطلب الوجود في هذه الصفه مما ذكرنا في برهان عموم تعريفها. يعني اذا سئلت اين هو برهان ان وجود صفه العلم وجود واجب، يقول مما ذكره في برهان عموم التعلق. واذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث، يعني لو كانت التعلق التعلق بتاعها خاص، نقول التعلق عام، لو كان اختصاص اذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث، كده الاختصاص باولد لها الايه؟ الحدوث. ايه اللي يوجب لها الحدوث؟ عدم الاختصاص، يعني عموم التعلق ما لازم تؤخذ من هذا. اذا ما الذي يستلزم او يجعلها حادثه الاختصاص؟ ايه كيف ننفي الاختصاص في عموم التعلق؟ لا ما ينفعش هنا، لان اصل التعلق بتاعها في الممكن، انما هنا التعلق بتاعها عام. فهناك الاختصاص فين تقوله جسمك ايه؟ عبد الاختصاص تقول ببعض الممكنات دون بعض. قلنا هي ايه؟ عامة التعلق ولكن في ظاهرة الممكن. فلو كان في اختصاص هيستلزم حدوثه، بس هي معنى الاختصاص هناك انها تختص ببعض الممكنات دون بعضها. واضح؟ هذا الاختصاص هناك. بخلاف هنا، لانه هنا الصفة عامة التعلق بجميع أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أما هناك عامة التعلق بواحد فقط اللي هو الممكن. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها. يعني إذا كان اختصاص تعلقها، يعني واحد من الثلاثة، يوجب لها الحدوث. وكذلك لو قال هذا في الكبرى، بس الاختصاص هناك ببعض الممكنات، يوجب لها الحدوث لكونه، يوجب لها يعني الاختصاص لكونه يستلزم جوازها، فكيف اذا كانت من اول مره جاهزه الوجود؟ وكذا ايضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، يعني كان انتقل الى النقطه دي الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ والرابعة دي؟ للرابعة دي احنا قلنا أربع مطالب: الوجود والنفي، وجوب الوجود، عموم التعلق، نفي التعدد، يعني وحدة الصفة. إن هذا هو المطلب الرابع اللي هو ايه؟ نفي التعدد يؤخذ من هذا البرهان. وكذا ايضا يقال نفي التعدد من هذا البرهان، لان العدد يوجب الحدوث لاتقان العدد الخاص الى محدث. يعني انا عاوز اقول لك يعني وكذا نفي التعدد، يعني نفي التعدد على صفه العلم يؤخذ من هذا البرهان. ايه هو هذا البرهان؟ البرهان قلنا هو ايه؟ عدم اختصاص تعلق عنه. لانه لو كان تعلقها خاصا لاستلزم مدارك الايه؟ الحدوث. والحدوث هيستلزم ايه؟ انها جاهزه وليست ايه؟ وليست واجبه. لو كانت متعدده يؤخذ ايضا نفي التعدد من هذا البرهان اللي هو البرهان اللي يستلزم حدوث الايه؟ الصفه. لأن التعدد أيضا يستلزم أو يوجب الحدوث. ليه؟ لافتقار العدد الخاص إلى محدث، لأنه رجعنا هنا إلى إيه؟ اختصاص، بس مش اختصاص تعلق، اختصاص بعدد دون إيه؟ دون آخر، يعني مثلا ثلاث صفات علم مثلا لله تعالى، مش صفة واحدة. طب إيه اللي اختصهم بأنهم ثلاثة؟ عاوز إيه؟ هيرجعنا الى ايه؟ الى نفس البرهان ذاته. طب ولو كانوا اربع، ايه اللي خصهم باربع؟ طب ولو هكذا اكثر من واحده،
الزحاف تلزم ليه الحدوث ليه؟ لانه كأنه في من خصه بعدد دون ايه دون اخر. طب مثلا لو كانوا صفتان علمان يعني اقول لك لماذا خص به بعلمين بدل من ثلاثة الى اخره. اذا لان العدد يعني مطلق العدد، كلمة العدد يعني مطلق العدد يعني ما فوق الايه ما فوق الواحد، لان العدد يوجب الحدود لافتقار العدد الخاص الى محدث يعني الى مخصص، وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها. رجع للمتن، وحدوثها يعني اذا وصلنا الى النتيجة بان الصفة حادثة فهذا معناه حدوث الموصوف. ليه غير لاستحالة تعريه عنها وعن الصدق آنوا، لأنه لو لم يكن متصفا بها لازم أن يتصف بها، ولا يمكن أن لا يتصف بها ولا يجد بها عن جديد عقلا، وإما موصوف بالعلم إما بضد العلم، أو يمكن أن يعرى لاستحالة تعريه عنها وعن ايه وعن اصبابه. وضحت؟ وقولنا وحدوثها يتلزم حدوث موصوفها يعني ويلزم الدور او التسلسل. وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها ليه؟ اذا كانت هي حادثه كان الموصوف ايه؟ وإذا كان الموصوف حادثاً كانت الصفة ويعني كلمة وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها يعني ويلزم الدور أو التسلسل. ليه؟ لأن هنقول الصفة اللي قبلها أحدثت هذه الصفة واللي قبلها وهكذا. اسمه ده إيه؟ إذا لم نتوقف فهذا تسلسل، إذا توقفنا ورجعنا إلى الأول فهذا الدور، ويلزم الدور أو التسلسل. وأيضا إيه معنى وأيضا؟ يعني ويلزم أيضا تفاعل البعض، وأيضا تفاعل البعض يستلزم خفاء الجميع. نعم ده هذا الرابع، بس هو أدخل الاثنين في بعض. وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إلا فرقا، يعني معنى أن العلم صفة انكشاف تتعلق بكل معلومة، يعني في قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء أو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في ربنا إنك تعلم إيه؟ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر السماوات مش معناها في الكون كله، ولكن ذكر أعظم حاجة في الكون هي السماوات والأرض، وليس معنى أنه في غير السماوات والأرض في أشياء تخفى، لا يخفى عليه شيء مطلق. يبقى اذا خفاء البعض يعني اذا كان يخفى عليه البعض يعني ولو معلوم واحد، هذا يستلزم خفاء الجميع. فلو جاز في العقل ان يخفى عنه تعالى شيء للزم ان او لجاز ان يخفى عليه الجميع، اذ لا فرق من حيث إن هذا الخافي معلوما ومعلوم والثاني معلوم، هذا معلوم وهذا معلوم. فإذا جاز أن يخفى هذا المعلوم وقد انعقدت المماثلة في كل ما هو معلوم لجاز أن يخفى عليه الجميع، إذ لا فرق هذا معلوم وهذا شيء وهذا شيء. فإذا إذا كان هذا شيء وهذا شيء وهو تعالى يقول لا يخفى عليه شيء، إذا وجب أن لا يخرج شيء واحد، فإذا خفي واحد إذا يجوز إيه؟ أن يحصل كل الجميع. يقول لك إيه؟ وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع. واضح؟ إذ لا فرق،
ولذلك القرآن يقول لك كده كلكم ايه بالنسبة لله تعالى شيء واحد، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. ان الله تعالى اذا كان قادرا على ان يخلق نفسا واحدة وهي ادم، وكل النفوس متساوية او متماثلة، فوجب ان يكون قادرا على خلق كل النفوس. واذا عجز عن واحدة، اذا يعجز عن ايه؟ عن الدنيا، لانعقاد المماثلة. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس في الاخره، في كم خلق وكم واحده يتصورها بالعقل، ومع ذلك يحاسب الله تعالى الناس جميعا من ادم لحد شوف عدد الناس كم تستطيع تحصرهم الان، يحاسبهم جميعا كما يحاسب واحدا. فهم كل واحد مفيش فرق، يعني انت تمثيل بالحقيقة جدا، يعني حاسب الناس كأنه حاسب رجلا واحدا. فجاب الدليل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طب كيف فرد اذا كان يعني ايه الناس ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور؟ لا يا اخي صعب فيه، ولا يوم ينفخ في الصور فين فرد النبع عما تساءلون؟ سورة الجبال فكانت فتأتون أقوالا. وهنا يقول لك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف هيجوا أقوال وكيف هيجوا كل واحد وحده؟ قال لك صحيح أقوال البعث مش هيبعت كل واحد وحده، هيبعت الناس جميعا من قبوله، لكن ساعة الحساب لما يقف كل واحد يظن أن الله تعالى لا يحاسبه ولا وكل ما فيه يوم القيامة فردا. يعني عنده حساب ما تحسبوش جملة، واحد واحد بس، مع ذلك وقت واحد برضه، واحد واحد وفي وقت واحد، مش واحد في الدور وإلا مش هنخلص. واحد واحد في وقت واحد. إن الله على كل شيء قدير. إن ده غير دي غبي فتحكون إيه؟ أقوال. وكل ما فيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم إيه؟ عبدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسأل عبده يظن أن الله تعالى لا يسأل غيره، ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا في وقت واحد، ويسمع هذا ويسمع هذا في وقت واحد. أمال كيف أنت إذا كان حسيتها بعقلك لا يمكن ينفع تتكلم مع عشرة في وقت واحد وكل مرد عليه حيث ما أتاك بالنسبة لكي أنت تبكر، إنما ده إله ما ينفعش تكيف الإله على نفسك. وده كل ما يوقع الناس في الجسمية والحيز والنزول والصعود واليد أو المقياس اللي هو القياس اللي الجمود ده. وأيضا خفاء البعض يستنزل خفاء الجميع إلا خفا، وقد ترك ذلك خفاء البعض يستنزل خفاء الجميع كيف لا خفا، وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة. وقولنا وعن أضلالها يعني ولا تكون كيف عن أضلال وحدوث ويستلزم حدوث موصوفها لاستحالة تعديها عنها، يعني عن الصفة، يعني يستحيل أن يكون تعالى من غير صفة العلم كده، استحالة تعديها عنها وعن أضلالها. أما هو سبحانه وتعالى عري عن أضلالها فقال وما كيف يقول لك الاستحالة تعديها عنها وعن أضدادها؟ التعدي عنها ده مستحيل، إنما عن أضدادها هو مستحيل. كيف الجنة يعني الاستحالة تعديها عنها وعن أضدادها معا، إنما لو خدت الاستحالة تعديها من بعد كده ده هو يجب ان يكون عاليا عن عمه. اذا الاستحالة تعديها عنها وعن اضدادها ايه؟ نعم. يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا يمكن ان يتصف
بالشيء بالصفة وضدها، لأنهم هي كفار والكفار لا يجتمعان. كيف عاوز كده؟ لا يتعرى أو لا يكون عاريا عنهما معا، لا يجتمعان، لأنه إذا انتفى واحد ثبت ليه؟ الناس. نعم؟ يقول لك حدوثها يستلزم استحالة الموصوف، واضح كده؟ لأن قلنا الصفة لا تقوم بنفسها، طالما في صفة إذا في موصوف، يعني معناها يستحيل أن يكون موصوفا من غير صفات، أو صفات من غير موصوف، فافرض فرضنا أنه وجد الموصوف ولكن لم يوجد فيه صفة العلم، يلزم أن يكون فيه الصفة. وهذا محال، إذا إذا معناها لا يمكن أن يوصف بها وبضدها نعم، إنما إذا وصف بها أصبح انتفى عنه الضد، وإذا حري عنها وجب له الضد، يعني إذا لابد أن نقول معنى أن الضدين لا يجتمعان معا. واتبخ ذلك قلوب القدرة والإرادة، وقولنا وعق من بابها يعني ولا تكون تلك الأفضال إلا حادثة، لأنها ضد العلم الحادث، فإن جاء العلم بعدها أنا عاوز أقول لك ده حاجة جميلة، يقول لك ولا تكون تلك الأفضال إلا حادثة، ليه؟ لأن الموصوف حادث كده؟ لأن صفاته إيه؟ حادثة. طب وإذا كان قديما كده؟ إذا ما فيش ضد قديم عنه، إن لو في ضد الزمان يكون حادث، لأن يمكن يكون الضد إيه؟ قديم، لأن القديم لا ضد إيه؟ له. فعشان كده يقول لك ولا تكون في ذلك تلك الأفضال إلا حادثة، واضح؟ لأنها ضد العلم الحادث. ما في ضد في القديم. فإن جاء العلم بعدها فدليل حدوثها تروح عدمها. أنا لا أقول لك الأفضل دي اللي هي ثبت أنها حادثة ضد العلم الحادث. السؤال فإذا هي كانت ضد العلم ثم وصف بالعلم إذا معناه إيه؟ فإن جاء العلم بعدها، يعني هي كانت الأول الأفضل ثم جاء العلم بعدها، أو الفرض الثاني أن تأتي هي بعد العلم، إما أن يأتي العلم بعدها أو أن تأتي هي بعد العلم. فإن جاء العلم بعدها اللي في فرق من حادثة فدليل حدوثها قرون عدمها. وما ثبت قدمه استحالته، فإذا كانت إيه؟ إذا كان العلم بعدها يعني هي قام العلم، وإن جاءت بعد العلم خلاص إذا كده ظاهر زي الشمس كده، حدوثه وجوده إيه؟ بعد العدم، وضده هو المسمى. إذا كانت إن جاء العلم بعدها إيه دليل حدوثها؟ قروا عدمها وما ثبت قدمه استحال عدم، وان جاءت بعد العلم مش فحدثها فحدوثها عند الله الفقرة فحدوثها الله فحدوثها إذ لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم، هي معنى حادث. ولذلك لما فسر الحدوث قال حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أقف مكمل بس بيتهم بيتهم. ها؟ Ah.
اتوضا انا حقق بس فجأة كده على انتك وضع وكده احكمنا خلاص لا خلاص اللي لا يستمع الاكمال وعدم الاكمال في وقت واحد انا كنت الجحنم غني واجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتاخير والكل والبعض والتجديد والسكوت المتعلق بما يتعلق به العلم ودليل هذه الثلاثه الشرع اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثه اقسام كالموضوع موضوع جديد برمته وان شاء الله تعالى ربنا يجمع الموانا ما يجيبش مؤتمرات ولا ندوات الاسابيع القادمه عشان نكمل ان شاء الله. خلاص كده؟ الجحنم فين؟ ها؟ ويجب له تعالى السمع والبصر، لو جيت الاسبوع القادم انتم مش عارفين واقفين فين هرجع من اول الكتاب، وفي ناس تتمنى كده. اللهم صل على محمد وعلى اله.